بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية كل من يتابع قناة ناصر تيفي من داخل ومن خارج الوطن، إن شاء الله تكونوا خير وعلى خير. إذا اليوم رانا متواجدين بسوق الأربعاء ليوم الجمعة 9 جوان 2023، والعيد إن شاء الله بقالوا بالتحديد 20 يوم، لأنه إن شاء الله اليوم 29 راح يكون العيد. بالمناسبة كنا توجهنا لسوق خروبة للمواشي، ولكن كان السوق مغلق مع الأسباب والله ما على بالنا. المهم لهذا عودة توجهنا لهنايا لسوق الأربعاء. بالمناسبة السوق هذايا فيه الكباش، الماعز، الأحصنة وحتى الأبقار. يعني إذا راح ندير لكم مجموعة من الفيديوهات بيان سير خاصة بكباش عيد الأضحى. هكذايا نجيب لكم كامل واش كاين في السوق. نبداو مع خونا لهنايا، جاب لنا هادوما الزوج، قال لكم هادوما في السداس جدد، هادوما غير ما دخلوا جدد. وكذلك بالمناسبه هو راه متواجد في لامونطان في الحراش، قال لكم وكاين كامل الاحجام، وكاين كاين والسنيين قال لكم راهم متواجدين بكثره، وكاين كامل الاحجام، يعني خروف ثاني ربع حتى 20 مليون، وكما قال لكم كاين حتى 20 مليون. الله يبارك. بالمناسبه هادوما قال لكم مازال ما سامونيش، نخلي لكم رقم الهاتف ديالو هكذا اللي حاب يتوجه لعندو لامونطان. في كاين كوريل تما ولا كراج ولا دايرو في زريبه كيما نقولوا حنايا تما، هكذا هي تقدروا تشوفوا واش عنده. خويا قول لي الرقم تاعك الله يرضى عليك. 0542 48 27 34 هذا هو الرقم تاعو، تقدروا تتواصلوا معه. سير اخونا ابي بريشالي لحقوا هذوما زوج. هذا 12 ونص وهذا 12 يا اخي 12. الله يبارك. مون فران نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه. صحيت خويا. اذا بالمناسبه نحيو خوتنا من بوسعده الله يبارك، راكم تشوفوا جاونا ناس مجدد كما قال لكم، وجاب لنا تحياتنا الحاج موسى. الحاج موسى الله يبارك. شوفوا خوتي هذو ما قال لكم غير ما كسرتني والله يبارك. الحجم راهو ما شاء الله. سينو سوما شحال سامو فيهم؟ سامو 8 سامونا 8 ملايين للواحد. البيارة بعد ولا قراب شوية ولا مازال بعد شوية كما قال لكم خونا، مازال هم بعد شوية. خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحة. لا لا سلعة كما قال لكم صافية. دائما المواطن يبقى المشكل تاعه هو السعر، يعني الكباش كامل الله يبارك، ولكن السعر هو المشكل. إن شاء الله يا خويا إن شاء الله يجي متعب اليوم كامل. ماذا بيا نطيح في واحد إن شاء الله إنسان بيان سير يديه يعيد به. لا لا باش يعاود البيع إن شاء الله. عندنا العرض هذا كذلك دائما مع كباش أضحية العيد. هذو ما قال لكم خرفان وتنيان وسامونا ب 76، هذا يقول 76. يعني دائما المشكل هو الأسعار، يعني الكباش اللي ولا يدخلوا السوق كامل الكباش ما شاء الله، ولكن السعر الله غالب. خوكم ناصر لو كان جات فيديو يا خويا باطل من عندنا. نزيدوا نواصلوا ونشوفوا. إذا مع الأخ لهنايا كذلك جاب لنا هذوما الخرفان، وراه يقول سامونا 5 ملايين و50 ألف هكذا و50 ألف، والبيع مازالهم بعاد ولا غير تما؟ قال لكم مازال. بارك الله فيك شيخ يعطيك الصحة. إذا بالمناسبة كذلك الأخ جاب لنا هذوما الأربعة، وراه يقول لكم 9 ملايين جملة. وفي الردي عطاو له 91. إذا بالمناسبة شوفوا الأخ هذا جاب لنا الخروف هذايا الله يبارك، حاجة شابة. ولكن دائما قلتلكم على بالي باللي السعر اللي راح يديرونجيكم. قال لكم ساموني ب 5 ملايين هكذايا، والبيع قال لكم مالوش بيع. شحال يلحق في بري؟ سيكوندو ماشي حاجة، حاجة شابة. أخويا إن شاء الله يجي مكتوبو. إذا مع الأخ لهنايا شوفوا جاب لنا ثاني هدايا، والحجم راهو كبير الله يبارك. بالمناسبه راه يشتي شويه لهذا الكباش، راهم كامل مشمخين. وقال لكم سامونا ب 76 هكذا و700، والبيع راه بعيد، مازال بعيد البيع، مازال بعيد. دونك هذا يعني سامو ب 76 و700، ولكن البيع راح يكون اكثر من 76 و700 بيونسي. إذا بالمناسبة كذلك رانا مع خوتنا لهنايا اللي جاونا الله يبارك من سيدي عيسى. وبالمناسبة البيع يقدر يكون في سيدي عيسى، وكذلك
في مفتاح راه متواجدين لهنايا ايام كامل العيد ان شاء الله راه متواجدين في مفتاح. هادو ما يكونوا خلفان تنيان هكذا خونا تنيان هادو هادو ما كامل تنيان كامل هادو كامل بالمناسبة دوك نشوفوا شحال عطاوهم السعر هادوما وكذلك نخلي لكم رقم الهاتف هادو شحال سعرهم 74 هادو مسوق عطاو لنا اه لا عطاو لهم 74 هدايا عطونا في الخيار 90 كما قال لكم في الخيار 9 ملايين باريزون كما هدايا الله يبارك 9 ملايين خونا خلي لي الرقم تاعك الله يرضى عليك خونا خونا خويا الرقم تاعك الله يرضى عليك 066 066 31 61 65 60 اذا متواجد في سيدي عيسى اونتر تو راهو هنايا في عاود ذكرني حي المهدى مفتاح هكذا تقدروا تزوره خونا بارك الله فيك ويعطيك الصحه شي زونتي اذا بالمناسبه مع خونا كذلك جاب لنا الزوج هذوما الله يبارك في الحجم والسن راهم صغار كيما هدايا اللي راهو بالكحل هكذايا هدايا مازالوا خروف فقط شوف الله يبارك وهدايا بالمناسبه تني اخونا راه متواجد في السواكريه قال لكم يعني كاينين يعني احجام كيما هذوما والسن صغار الله يبارك هكذا بالمناسبه هذا وقتي شحال سوا 10 هدايا سوا 10 وثني هدايا كيف كيف هذوما سوا 10 للواحد والبيع راه مبعد شويه مازالهم مبعد شويه البيع ما بقاش البيع قال لكم ما بقاش البيع هذه هي نخلي لكم رقم الهاتف تاع اخونا السواكريه راهو ايام الاسبوع تما نخلي لكم رقم الهاتف انسان اللي راهو حاب يتواصل معاه ماشي كامل المشكل خويا قول لي الرقم تاعك 045 045 78 71 61 71 71 هذا هو الرقم تقدروا تتواصلوا مع اخونا خويا نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه شوفوا الحجم ما شاء الله اذا عندنا كذلك هذوما الخرفان والاخ راه يقول سامونا ب 55 اذا بالمناسبه كذلك عندنا لا لا خويا عندنا الخروف هدايا وغير ما كسر يعني وكسر السنه الاولانيه راح يروح للثني وقال لكم ساموني 61 والبيع قال لكم ما راهوش بعيد هذه هي اذا رانا مع شيخ هنايا جاب لنا الخرفان هذوما وليت نفرح يعني كي نسمع شغل في الربح ملايين باسكو الحاله الحاله كاع راهي فوق الخمس ملايين قال لكم هذوما سماو 43 يا اخي 43 جمله جمله في العشره و 47 في الزوج 47 في الزوج هذه هي وفي الجمله راهم بعاد شويه ولا راهم في الجمله ها في الجمله بعاد شويه ما مشي بعاد ما راهمش بعاد في الجمله هذه اذا بالمناسبه دابري شاي يقول لكم خونا قال لكم هذوما النعجات هذوما بيان سي في التربيه وقال لكم في الاراس قال لكم هذوما اللي تيبو يا خويا الخرفان اللي يكونوا في الحجم الكبار الله يبارك سلعه سيدي عيسى كما قال لكم سلعه سيدي عيسى وانا نعرفهم ابي بري برك في الودنين يكونوا هكذا الودنين طوال بزاف الله يبارك سعد اللي يكسب هذا ما شاء الله وشحال داروا هكذا شيخ؟ باعوا شحال لحقوا ابي بري باش الناس تعرف فقط مولاه ماشي عبد الله هكذا معليش بارك الله فيك 44 ونص ما شاء الله الله يبارك هذه ما اكزاكتلي شاوروه لازم نشاوروه هذه ما كان يخلص العيد راح يديباسي 4 ونص باسكو الناس تدور دوكا النعجه دوكا فقط نقولها لكم مش محتاج ما شاء الله يبارك الله يبارك اذا كذلك عندنا العرض هذايا مع اخونا جاب لنا الخرفان هذوما وراه يقول سومنا في الجمله 66 وفي الزوج سومنا ها 66 ونص هذوما جمله وفي الزوج سامونا ب 14 يعني 7 ملايين للواحد بالمناسبه اخونا راهو يحط في ايام الاسبوع في الرافيكو يا اخي قدام السوق تاع الجمله تاع الخضار والفواكه راهو مصاري تما وعنده كيباش الله يبارك اذا نخلي لكم رقم الهاتف انسان لي انتيريسي يسكن تما ولا يجوز من تما ولا هكذا احنا انا نجيب لكم ارقام باش نسهلوا شويه عليكم المهمه خويا قول لي الرقم تاعك الله يرضى عليك 0744 10 51 14 انسان اللي يقدر يجوز من تبي يتصل بخونا ويشوف كشكبش يوالمو خونا بارك الله فيك ويعطيك الصحه اذا كذلك دائما بسوق الاربعاء نذكركم ان السوق هدايا يحل كل جمعه وان شاء الله دوك يبقاو بالك واحد الاسبوع هكذا كلها يولي يحل كل يوم يا اخي يعني كل يوم يحل هكذايا بالك انسان اللي ما يقدرش يجيب الجمعه يصبر ليامات الاخرين يولي كل يوم يحل بالمناسبه هذو الخرفان وسومونا 61 جمله وفي الرادي 63 والبيع بعيد ولا راهو غير تما برك ماهوش بعيد قال لكم ما راهوش بعيد كل ايام تاع الاسبوع هكذا وين راك تحط دوكا
في شراقه. هذا كذلك راهو متواجد بشراقه. والكباش كاين بكثره؟ كاين. الله يبارك ما شاء الله. دوك نشوفوا هكذا على المباشرين راح يخلينا رقم الهاتف ديالو، حنا نسيو نسهلوا عليكم المهمه على بالنا خاوتنا اللي راهم جايين من الغربه ولا كاين نساء اللي ما يقدروش يتوجهوا للسوق، لهذا رانا نسيو نعاونوكم الماكسيموم تعيطوا تتوجهوا لعند خاوتنا. خونا الرقم تاعك معليش الا حبيت. ماركي 06 صحيح 06 72 63 49 هذا هو الرقم تاعو. اذا اللي راكم في لي زونفيرون تاع العاصمه وفي شراقه زوروا خونا. اذا انا مع خونا لهنايا كذلك جاب لنا، طلع راسك نشوفك صحيح، جاب لنا زوج خرفان جمله سامونا ب 10 ملايين في زوج، وفي الرادي كيما هذايا ساموه ب 51 سينو. والبيع راه بعيد قريب فيها؟ ماهوش بعيد البيع. ما راهوش بعيد خالكم، ما راهوش بعيد. اذا بالمناسبه خونا كذلك هذايا راح تلقاوه ان شاء الله في ايام العيد في ولاد سلامه ويجيب خرفان الله يبارك. خلكم كذلك الرقم ديالو هكذا اللي حاب يتواصل معاه ويشوف الكبش اللي يوالمو ان شاء الله. خويا قول لي 065 06 65 51 49 41 هذا هو الرقم تاع خونا هكذايا. تقدروا تشوفوا مع خونا كيما هذو ما قالكم مش بعاد، وحاجه شابه يعني على حساب السوق، مش ما تقوليش يا ناصر غالي ولا على، احنا نمشيو على حساب السوق. هذه هي اول ما حب الاسلام. بارك الله فيك. والخرفان هذه تعمل تاع صاحبنا الله يبارك. هذو ما يلحقوش عياده هذوما. الله يبارك. هذو ما شكيتش يلحقوا العياده مازالهم صغار. نشوفوا فقط الى حجات لنا السعر تاعهم، نشوفوا واش راهم يديروا. اذا بالمناسبه الخرفان هذوك صاروا الله يرحمهم، ما حبيتش نقول لكم السعر يعني صراحه. معليش نكملوا مع خونا دوكا اللي مدلنا رقم الهاتف تاع ولاد سلامه. كذلك هذوما الزوج له هكذايا. هذوما في الخرفان يا اخي توجور في الخرفان الله يبارك. وشحال سواو؟ 73 هكذا يا انسان اللي حبيت يتواصل معهم كذلك راه عندكم الرقم تاعو تاع ولاد سلامه. شوفوا هادو ما الله يبارك، هادو ما توجر مع خونا. شوفوا هذا فحال يا اخي الله يبارك. وهذوك بيان سير النعجات هكذا يتواصلوا مع خونا ونيغوسي معاه. اذا بالمناسبه كذلك مع الاخ اللي هنايا جاب لنا هادو ما التنيان وقال لكم سامونا ب 75 يعني صراحة صدقوني يعني كامل الأسواق تاع المواشي في الجزائر راهي غالية، حتى يعني في البيرين حتى في سيدي عيسى يعني كامل راهم هكذايا يعني. الله المستعان. نزيدو نكملو ونشوفو واش كاين. إذا بالمناسبة أنا مع خاوتنا نعاود نذكركم بلي أنه اليوم كنت نتوجه لسوق خروبة، ولكن ما على باليش يعني كانت يعني ما خلاهمش يستهلوا كي العادة. السبب والله غير مازال ما عرفناش علاش. المهم هدايا فسدس ولكن راهو جايب روحه الله يبارك. قال لكم ساوموني 8.5 والبيع تاعو ب 10 هكذا البيع تاعو ب 10. نزيدوا نروحوا لمنا هادو واش يكونوا خرفان ثانيه؟ 73 خرفان هادو هما. كذلك شوفوا هادو هما في الخرفان وساومونا ب 73. إذا بالمناسبة كذلك خونا هذايا اللي إن شاء الله هذه الأيام راح تلقاوه في ولاد موسى قدام الوزين طلابل يعني سقسوا بالك الوزين هذايا راه معروف في ولاد موسى. قال لكم الكيباش متواجدة بكثرة، الناس اللي راهي في وفيك يعطيك الصحة أخي الكريم بارك الله فيك. الناس اللي ربما تجي من لي زونفيرون تاع بومرتا سيزي وزم تاع بشقا ولا تتصل يشوفوا واش عنده وسقسيو ومن بعد تقدروا توجهوا لولاد موسى. هذه هي نخلي لكم رقم الهاتف هكذا تقدروا تواصلوا معه. قولي خونا 06 72 27 29 سمحوا لي 35 هذا هو مع الاخر 74 هذا هو الرقم تاع خونا تقدروا تواصلوا معه. والكيفاش هذوما كنت تجيبهم خونا؟ بلدية بير الفضة. اه نعم بير الفضة. بير الفضة بلدية بير الفضة. وين جاية؟ عين الملح. عين الملح الله يبارك راك تسمعوا عن المكان وراهم يجوا الكباشة هذوما خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة خويا صحيت لاباس. إذا بالمناسبة نختموا معكم الفيديو هذا أول جزء هذايا، ما راحش نقدر نطول لكم في الفيديوهات على بالي بلي تقلقوا، لهذا نقسم لكم الفيديوهات لأجزاء هكذايا باش تشوفوا كامل واش راهو متواجد هنايا في سوق الأربياء. المهم الكباشة متواجدين بكثرة، الأسعار راكم تسمعوا
اذا اللي حاب يكمل يشوف يعني السلسله تاعنا راح تمشي طيله ايام هذه حتى العيد يشترك في القناه ويفعل الجرس. بالمناسبه هذه ما سموه 48 48 او يقول لكم 48 جمله ابونوا قناه ناصر تي كما قال لكم خونا الله يبارك ابوني فلاشان. بالنسبه للبيع قال لكم نستناو الشاري يزيد لنا. هذه هي اذا نقول لكم دائما تهلاو في رواحكم. قناه ناصر تي في تحييكم سلام. قول كلمتك كانت اول 48.